بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تجربة بسيطة بس حبيت أشارك الشباب فيها، اللي هي جلب أو استيراد أو طلب البذور اللي غير موجودة عندنا. مو شرط أنها تكون نادرة أو أنها تكون مثلا يعني غالية أو رخيصة، لا، هي المقصد أنها مين موجودة في الدرجة الأولى، أنها مين موجودة بذورها في محلات البذور. يعني هل هي نادرة، هل هي طبية، هل الأمور هذه كلها أنا بالنسبة لي غير مهمة. المهم أنا عندي مكاثرة البذور اللي غير موجودة عندنا في المملكة. يعني طبعا تكون نافعة ما تكون ضارة، يعني هذه بالدرجة الأهم، اللي هي نادرة وتكون نافعة وغير ضارة. هذه بذور تبع الشمس، هذا النوع العملاق يسمونه، أو أكبر أنواع تبع الشمس. ما تلقاه في لا محلات الزراعة مثلا في شارع سلام في الرياض، ولا في الهيبرات، ولا وإن لقيته فرضا إن لقيته تلقاه غالي، أغلى من برا يعني. وإن لقيته بكميات بسيطة. هذه بذور جبتها من برا، اللي شريتها كمية بسيطة يمكن ما توازي العدد هذا، كانت تقريبا سعرها 13 ريال وشحنها يمكن 19 ريال. بعد زراعتها يعني هي ما طلعت بنفس الحجم اللي مطلوب أو اللي مسوقت لها الموقع اللي شريته منه، لكنه يعتبر من الـ يعني الأنواع العملاقة. يعني هذا كف اليد يبين حجمه، لكن الآن البذور أتوقع أنها بالمئات الآن تكون مخزون لو بغيت تزرع بعدين، لو بغيت. وقس على تبع الشمس الفواكه أو الأعشاب جميع أنواعها النافعة. الله يوفقنا ويوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.